تفتكروا احنا ليه مش مبسوطين بعلاقاتنا ببعض؟ ليه علاقاتنا فيها مشاكل؟ ليه في ناس كتير قوي بتلجأ انها تعيش لوحدها والاكتئاب زاد؟ ليه عدد الناس اللي ممكن تعتمد عليه في حياتك قليل؟ من وانا صغيره كنت بتضايق جدا لما حد يأذيني، لما حد يتريق عليا، لما حد يحرجني قدام الناس، كنت بحس انه مش من حقه ان هو يعمل كده، خصوصا بقى لو حد كبير، لاني غالبا مش هعرف ارد عليه علشان عيب وما يصحش والتربيه. زي مثلا يقول لي تخنتي كده ليه، سرتي طولتي رفعتي، ببقى حاسه ان انا بالنسبه لي الاسئله دي غريبه جدا، ببقى حاسه ان انا باصه للشخص ومصدومه ومش عارفه ارد على الاقل قدامه. بس ما بيني وما بين نفسي كنت بحس ان انا من حقي ان انا اعبر عن الاحساس اللي جوايا، من حقي ان انا اعبر عن الاذى اللي هو خلاني احس بيه. وبالتالي كنت بدخل اوضتي بسرعه جدا واجيب عروسه واتخيلها في صوره الشخص اللي اذاني، وابدا مره اكسر ايده ومره اكسر دراعه ومره اعمل له اي حاجه في عينيه. مش بس كده، ده انا كنت باخد الشخص ده والفه في حاجه وادخله في صينيه واحطه في الفرن. كنت ببقى احس ان من حقي ان انا اعبر عن احساسي، وكنت ببقى فاكره ان انا وقتها هبقى فرحانه جدا، بس الحقيقه ان انا وقت كتير جدا كنت بطلع اجري واجيب الصينيه وافتح الفرن وابقى حاسه انه صعبان عليا، ان مش دي الطريقه المظبوطه ان انا اعبر فيها عن الاذى اللي هو حسسني بيه. كان عندي احساس مش عارفه حتى اوصفه، بس اللي انا متاكده منه ان انا كبرت وانا مقرره ان انا مش هسمح لحد يأذيني، مش هسمح لحد يحسسني بنفس الاحساس اللي انا كنت بحسه وانا صغيره. وبالتالي كنت شخص صعب جدا في التعامل، بزعل جدا، مش بسامح بسرعه، شخص كده بيكبر كل المواضيع وبيعمل مشاكل من اي حاجه. يعني لو واحده صاحبتي مثلا قررت انها تيجي تحكي لي انها خرجت من غير ما تقولي، اكرهها في نفسها وفي الخروجه وفي اليوم اللي هي قررت ان هي تخرج فيه. ولو حد مثلا قرر ان هو يقول لي انا اسف علشان عملت لك حاجه، لا ما ينفعش، مش هتعدي كده، انا لازم اقول له بقى كلمتين كده علشان ما يعملش كده تاني. كنت بجد شخص صعب، الموضوع كان بياخد من طاقتي ومجهودي بشكل مبالغ فيه. انا فاكره ان مره ضغطي عالي جدا جدا وانا اصلا صغيره والموضوع ما يستاهلش خناقه ما بين اتنين صحاب، بس لا محدش يعمل معايا كده. فاجيب صحابي كلهم واقول لهم بصوا بقى احنا مش هنكلمها، كلنا هنقطعها وهنعمل مش عارف ايه، ونقعد نفكر انه ازاي بجد الشهر ده احنا هنأذيها، لان هي اذتني. لان اهم حاجه اكون انا مبسوطه، اهم حاجه ان محدش يأذيني، اهم حاجه كرامتي. وفي الوقت اللي انا بسال نفسي فيه هو ليه التعامل مع الناس مرهق كده، هو ليه التعامل مع الناس محتاج خطه، كنت برد على التليفون ومامه صاحبتي وهي بتقول لي بسببك بنتي عندها اكتئاب، بسببك بنتي مش عايزه تتعامل مع الناس. كنت حاسه اني مصدومه، مش مصدومه علشان هي يعني ان انا اذيتها، ما هو طبيعي لو رحت ان انا ازعق لواحده وهي قاعده لي كده وما بتتكلمش وكل الناس مقاطعاها، ده شيء بديهي يعني ان هي تكون اتاذت. بس اللي ما كانش بديهي بالنسبه لي واثر فيا جدا ان احنا ساعات بنتاذي بس مش بنعبر على جوانا، ساعات بنحس ان احنا مش عايزين نبان ضعاف، عايزين نبان ان احنا جامدين قوي. في اللحظه دي قررت ان انا مش هسمح ان انا اعمل كده في حد تاني، مش هسمح ان انا اكون سبب ان حد يتاذي. وتحولت الى شخص طيب جدا. اي حد بقى يعمل اللي هو عايزه. اي حد يقول لي اي كلمه علشان هو ما يزعلش وما يصحش ان انا ارد عليه، اي حد يعمل اللي هو عايزه بمعنى الكلمه يعني. وكان كل هدفي في الموضوع ان ما حدش يزعل، كان كل اللي انا بفكر فيه ان انا ما اعملش كده زي ما عملت في صاحبتي. فمثلا ان انا اكون مشغوله جدا واحده صاحبتي تكلمني، لا هنزل بسرعه واروح علشان هي تبقى مبسوطه. بس في مره كنت واقفه على شارع ابو قير مستنيه واحده صاحبتي لمده ساعتين. يا بنتي انت فين؟ يا بصي والله العظيم نص ساعه ما عندك. يا بنتي انت فين؟ يا بصي السكه زحمه جدا، فمعلش استني شويه. كنت حاسه من جوايا انه طب ما انا الاول كنت احسن، ما انا الاول الناس كانت بتعمل لي احترام، لانه ده حقيقي، الناس زمان كانت بتعمل لي احترام، او على الاقل انا كنت حاسه ان انا فعلا محبوبه، كان عندي صحاب كتير جدا، فده اللي كان مأكد لي ان دي الطريقه المظبوطه في التعامل مع الناس، ان انت لما تشد على الناس وتديهم كام كلمه يعني ان هم هيعملوا لك حساب. ولما صاحبتي جت اللي كان بالنسبه لي صدمه ان هي جت وهي محسساني انه نهال معلش يعني انا اتاخرت، ولغوشت على الموضوع، هي ممكن من جواها مكسوفه انها تقول لي انه انا اسفه عشان اتاخرت، بس اللي وصلني ان هي مش مهتمه بمشاعري، ان الموضوع عادي، نهال مش هتزعل، اصل نهال طيبه. كنت حاسه وقتها
ان انا مظلومه علشان انا باجي على نفسي، اجي على نفسي وطيبه مع الناس. طب ما الطبيعي يعني ان الناس تبقى طيبه معايا وتقدر ده، بس الحقيقه بقى ان لا، هم اللي كانوا مظلومين. انا اللي معرفتش اوصل لهم ان انا كنت متضايقه، انا اللي معبرتش عن مشاعري وبالتالي هم معرفوش ان انا متضايقه، يبقى هم اللي مظلومين مش انا. وكانت لحظه الاحباط الفظيع، انا مش عارفه اتعامل مع الناس، انا بجد عندي مشكله، قررت ان انا اعيش لوحدي. انا مقتنعه ان احنا ما جيناش الدنيا عشان نعيش لوحدنا، بس برضو مقتنعه ان احنا ما جيناش الدنيا عشان نغلس على بعض. ده هفكر قبل ما اكلمه، ودي مش عاملها كويس قوي، انت ما تفتكرش ان انا عبيطه وتستغلني. ايه ليه دايما في خطه؟ ليه دايما في مؤامره؟ ليه الحياه مش بسيطه؟ في الفتره دي وانا فعلا بتجنب اتعامل مع اي حد، وحاسه انه خلاص يعني مفيش فايده، يعني التعامل مع الناس صعب جدا. كنت قاعده في البحر، جوه البحر يعني الحقيقه، وكنت بفكر اسئله يعني ملهاش علاقه بالبحر خالص. كنت بفكر، هو احنا جينا الدنيا ليه؟ هو احنا ايه السبب من وجودنا؟ يعني كنت حاسه انه انا مقتنعه، كان عندي صراع ما بين حاجتين، انا مقتنعه ان ربنا جابنا الدنيا عشان ناثر في الدنيا وما تجيش الدنيا وتمشي وانت مش عامل اي حاجه، لانه ايه لازمتك بقى ما دام انت هتيجي وتمشي ومحدش فاكرك. بس برضه كنت مقتنعه ان يولد الانسان على الفطره، ازاي مطلوب من مجموعه اشخاص انانيين محطوطين في كوكب واحد ومطلوب منهم يحبوا بعض؟ مستحيل مستحيل، علشان انا هفضل احبك جدا، هفضل احبك جدا لحد ما تيجي حاجه فيها مصلحتي، لحد ما فيها تيجي حاجه فيها كرامتي، اكيد هفضل نفسي الاول. وقررت ان انا ابدا ان انا بجد اقرا افهم، انا عايزه افهم هو طريقه التعامل مع الناس تبقى عامله ازاي، انا عايزه افهم بجد نفسي عشان افهم الناس، عشان اعرف المشكله فين. فبدات اقرا وبدات احس ان انا محتاجه افهم اكتر. وكانت لحظة الأمل كانت في 2004 في جامعة بارما في إيطاليا. دكتور جياكومو ريزولاتي هو أستاذ علم الأعصاب في الجامعة دي، هو عمل بالنسبة لي دراسة مبهرة. الدراسة دي كانت بتقول إنه إزاي إحنا بنتفاعل مع بعض. هو قرر يشوف إزاي المخ بتاع البني أدمين بيتفاعل مع بعض. فالطبيعي إن مخ أي حد انه لما بعمل اي حركه او بحس باي شعور، الخلايا العصبيه اللي عندي المسؤوله عن الجزء دي، الجزء ده بتتحرك، ولو نفترض انها بتنور. تمام، ده شيء طبيعي. المذهل بقى بالنسبه لي ان الخلايا العصبيه بتاعتك مش بس بتنور لما انت تحس باي حاجه او تعمل اي حركه، دي الخلايا بتاعت الشخص اللي واقف قدامك لما تنور ويعمل اي حركه او يحس باي احساس انت كمان بتحس زيه، انت كمان مشاعره بتتنقل لك. الموضوع ده كان طفره في علم النفس، لانه اثبت للعلماء ان لم يولد الانسان، يعني الانسان ما يتولدش اناني بالفطره. احنا اتخلقنا عشان نكوميونيكيت، احنا اتخلقنا عشان نكونكت، احنا اتخلقنا عشان نحس ببعض، احنا اتخلقنا عشان نستجيب للفطره بتاعتنا. يعني مثلا لو احنا دلوقتي كلنا قدامنا عدى واحد عجوز وراح واقع على وشه، احساسنا كلنا هيبقى ايه؟ هيبقى حاجه من الاثنين، يا اما هتطلع تجري بسرعه جدا وهتجيب الراجل العجوز لان فطرتك عايزاك انك انت تساعده، يا اما على الاقل هتحس في حته كده عشان هو وقع على وشه. هو اللي اتقل مش انت، هو اللي حس بالوجع مش انت. وده اللي بياكد ان احنا اتخلقنا عشان نحس ببعض. مشكلتنا ان احنا بنعمل حاجه عكس الفطره، وبالتالي كلنا مش مبسوطين. في اللحظه دي قررت ان انا هستفيد بقى من الموضوع ده، فانا هستجيب لفطرتي. فعملت حاجتين، اول حاجه بدات ان انا افهم نفسي وافهم مشاعري وافهم ازاي هي مهمه بالنسبه لي، وفهمت ان هي دي الطريقه اللي هتوصل للشخص اللي قدامي. المشاعر بتاعه البني ادم بتوصل عن طريق تعبيرات وشه، عن طريق تون صوته، عن طريق الكلام اللي بيقوله. يبقى مشكلة سوء الظن مش مشكلة الشخص اللي خياله واسع، اللي بيفتكر ان هو يعني بيفترض نوايا الناس، لا، سوء الظن مشكلتي انا كمان، مشكلتي انا اللي انا ما وضحتش للناس احساسي صح. لما واحدة صاحبتي تيجي تمسك الموبايل، واحدة صاحبتي جاية تحكي لي قصة، جاية تحكي لي مشكلة عندها، وانا كل اللي عملته ان انا بجد متأثرة جدا والله، وانا حاسة بيكي، بس ماسكة الموبايل وكل شوية ابص كده واعمل كده واعمل كده، هي هيوصل لها الاحساس ايه؟ مش مهتمية أصلا، مشاعرك مش فارقالي. فحسيت إن سوء الظن حاجة مرتبطة بيني وبين الشخص اللي قدامي، مش مشكلة اللي بيسيء الظن، مشكلتي أنا كمان، وبالتالي
يعني الحمد لله علاقتي بالناس ما بقاش فيها سوء ظن بشكل كبير، الحمد لله قل جدا. الحاجة التانية اللي لما فهمت ان قد ايه مشاعري مهمة بالنسبة لي وان دي الطريقة اللي هتوصل للشخص مني لي، فهمت ان العكس برضو مهم، وان المشاعر بتاعت الشخص اللي قدامي هتوصل له عن طريق ان انا اركز وهو بيتكلم، عن طريق ان انا ابص في وش بابايا ومامتي وافهم قلقهم يعني ايه، افهم صوتهم هما بيزعقوا علشان هما بيحبوني مش عشان هما بيكرهوني، افهم وجهة نظر تانية غير وجهة نظري اللي انا ما كنتش بشوف غيرها. فلما فهمت ان مشاعر اللي قدامي مهمة زي ما مشاعري انا كمان مهمة بالنسبة لي، بدأت اعمل كل حاجة انا احب ان هي تتعامل معايا. انا بجد كنت بعمل كده، كنت بحط نفسي مكان الشخص لما يجي يحكي لي مشكلة. ممكن حد دلوقتي يقول يا سلام، يعني انت بتحطي نفسك مكان الشخص فتاخدي كل المشاكل بتاعته، طب ما كل ده اسمه طاقة سلبية وانا مش هعرف اكمل. لا، في فرق ما بين ان انا احط نفسي مكان الشخص واتفاعل معاه واحط نفسي كده مكانه وبحس بمشكلته وبظروفه واديله فرصه انه يتكلم عن نفسه واديله فكره فرصه انه هيحس بنفسي، وفي فرق ان انا اخد مجرد المشاعر، انت زعلان فانا هزعل، انت فرحان فانا هفرح من غير ما اعرف التفاصيل. لما بدات اعمل كده ده خلاني الحمد لله عندي خبره في العلاقات مع ناس والمشاكل اكتر بكتير، لاني بحط نفسي مكان ده واحط نفسي مكان ده واحط نفسي مكان ده، فبالتالي بدات احس انه المشكله دي ممكن نعمل فيها وممكن نعمل فيها وهكذا. الحاجه الثانيه واللي كانت مهمه قوي ان احنا كلنا بشر، واللي بيميزنا ان احنا بنغلط. كنت بحس قد ايه احنا ضعاف، قد ايه الناس اللي قدامي دي بيبقى عندها مشاكل محتاجه الناس تسمعها بس. انت ممكن كل اللي تقدمه لشخص تعرفه ان انت تسمعه، وفعلا لما عملت كده الدنيا بقت احسن كتير، بقت حاسه ان في ثقه اكتر ما بيني وما بين الناس. بدات لما ادخل مكان اسلم على الناس حلو جدا واضحك في وشهم زي ما انا احب ان الناس تعمل معايا، بدات ان انا اسال عن الناس اكتر لو عندهم مشكله، بدات ان انا افرح مع الناس واحمسهم اكن الموضوع بتاعي انا، بدات احسسهم انه احنا هنفرح مع بعض، احنا اتخلقنا علشان نكمل بعض. ده اكد لي ان احنا لما ربنا جعلنا خلفاء في الارض ما جعلناش علشان كل واحد يفكر في نفسه، ده اكد لي ان الانسان ما بيولدش اناني بالفطره، احنا اللي عملنا حاجات عكس الفطره وبالتالي ما كناش سعداء. الحاجه اللي بعد كده ان انا فعلا لما علاقاتي ما بين الناس بقت احسن، ده خلاني يعني بحط نفسي مكان الشخص وبالتالي عندي قدره على ان انا سامحه، لاني بلتمس له عذر لاني حاسه بيه. ولما بدات اسامحه بدات يبقى عندي سلام نفسي كده عمري ما كنت بحس بيه اصلا، ما بقاش فيه طبعا فيه كره كده وحاجات شويه حاجات هحاول كده ان انا اظبطها، بس يعني احسن من الاول بكتير، ما بقاش فيه مكان للكره والحقد والغل وهنعمل ايه وهن يعني الحاجات دي. فبالنسبه لي ده كان احسن كتير من الاول، وبدأت يبقى عندي قدرة على العطاء من غير ما استنى مقابل، وده المهم. لو انت حطيت نفسك مكان الشخص اللي قدامك انت كل اللي هيهمك في الموضوع انك تقف جنبه وانك تساعده. انا ممكن احط نفسي قدام واحد بشوفه في بنزينة، انا نفسي بجد الشخص ده ممكن يبقى عنده ظروف عنده اي حاجة، انا نفسي بس يضحك وممكن اسلم عليه كويس واضحك في وشه بس. بدأت اطبق الموضوع ده مع اي حد في حياتي، فبقى عندي قدره ان انا ادي فعلا من غير ما افكر، وبقيت مبسوطه، بقيت مبسوطه جدا وانا بساعد الناس. ممكن حد يحس ان هو عشان محبه للخير بقى وكده، لا خالص، علشان اصلا ده طبيعتك كبشر، كلكم بتبقوا مبسوطين لما بتدوا اكتر من لما بتاخدوا. دي دراسه اتعملت، والدراسه دي اتعملت سنه 2013، حاجه يعني مش من بعيد قوي، في جامعه ستانفورد. الجامعه عملت زي دراسه مجمعه عشان يشوفوا البني ادم بيبقى مبسوط امتى، المبسوط لما بتاخد ولا لما بتدي. اكتشفوا الحاجه المذهله ان البني ادم بيبقى مبسوط لما بيدي اكتر من لما بياخد، عكس ما احنا فاهمين، عكس ما احنا فاهمين ان احنا خد اكتر، فكر في نفسك ما تفكرش في حد، المهم مصلحتك. مع طبعا ظروف الحياه والحاجات الماديه احنا ممكن نبقى حاسين ان احنا معذورين، بس الحقيقه انت بتعمل حاجه عكس الفطره برضو فمش هتبقى مبسوط. الدراسه دي جابوا مجموعه من الاشخاص وعطوا لهم اظرف، وكل ظرف فيه فلوس بس مع تفاوت النسب، يعني فلوس كتير قوي فلوس قليله، وبدا يقولوا للاشخاص دي فكروا هنديكوا وقت وتفكروا انتوا تحبوا تشاركوا الفلوس دي مع حد ولا تحبوا تاخدوها لنفسكم. اكتشفوا ان البني ادم اللي قرر انه يشارك الفلوس دي مع حد كان مبسوط اكتر من البني ادم اللي قرر يحتفظ بالفلوس دي لنفسه.
اكتر حاجه احب ان انا يعني انهي بيها. طب احنا امتى بقى بنبقى سعداء؟ امتى هنحس ان احنا مبسوطين في حياتنا؟ هي دراسه اتعملت استمرت 75 سنه. الدراسه دي اتعملت في جامعه هارفارد، وكان 4 دكاتره ماسكينها واخر واحد لسه عايش لحد دلوقتي. الدراسه دي جابوا مجموعه من الناس عمرهم في سن 25 سنة وبدأوا يسألوهم هو إيه اللي ممكن يخليكم مبسوطين في حياتكم في المستقبل. فمجموعة كبيرة جداً قالت إن أنا بقى طبعاً غني، أنا معايا فلوس هقدر إن أنا أجيب كل اللي أنا عايزه، فبالتالي أنا هكون مبسوط. ناس تانية قالت إن أنا بقى مشهور، عندي علاقات وبتاع والناس كلها عايز تخدمني، فطبيعي إن أنا هبقى مبسوط. وإحنا بقى بنسمع اجري ورا حلمك وإن شاء الله وإن شاء الله بزات ومش عارفة إيه. بس هو الحقيقة نتيجة الاستادي دي، وهي كمان ما كانتش من أشخاص عاديين، هي كانت من ظروف مختلفة، ناس فقيرة جداً وناس غنية جداً. نتيجة الاستادي كانت إن البني آدم السعيد في حياته مش الغني ولا اللي معاه فلوس ولا المشهور ولا اللي نجح. الشخص السعيد في حياته واللي كمان صحته كويسة هو الشخص اللي علاقاته قوية بالناس اللي حواليه. وعلى العكس، ان الوحدة بتقتل. وممكن حد يبقى وحيد وهو متجوز، وحيد وهو حواليه ناس كتير. مش الفكرة في عدد الناس اللي حواليك، الفكرة في مدى تأثيرهم عليك بطريقة إيجابية. مش بس البني آدم بيبقى سعيد، ده صحته بتكون أحسن، بيبقى عنده ان هو يقدر يخف من اي مرض بنسبة اعلى من الشخص اللي عنده اكتئاب او متضايق او ما عندوش علاقات قوية بالناس اللي حواليه. كل اللي انا عايزه اقوله ان لو بجد عايز تبقى سعيد، خلي علاقاتك قويه بالناس اللي حواليك. شكرا.